GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الأخير من صناعة فاصل قناة MBC Exclusive. يعني هو أنا كنت ناوي أطلعه على جزئين، لكن الجزء الأخير اللي هو الدمج مع الأفتر إفكتس، فأعتقد إن لو إحنا رجعنا للدرس أو الورشة بتاعت 4TV والورشة بتاعت 7 نيوز نفس الخطوات بالظبط، مفيش فيها اي جديد. يمكن انا في الجزء ده يعني شفت ان الهزة بتاعت الحروف عادية مفيش فيها مشكلة، لكن انا عايز اوريكم حاجة اعلى من كده شوية، يعني مش هتقيد بالجزء بتاع الفصل. انا اللي انا عايز اعمله بالظبط كالاتي: الاول انا هخفي الاضواء دي وتعالوا نروح عند حرف الاي من هنا. بالمناسبة يعني في حاجة، الجزء ده ممكن تستغنوا عنه، يعني الجزء دوت بالطريقة اللي انا بتكلم عليها حالا دي اللي هو الهولدر ده ممكن ان احنا نستغنى عنه نهائي، تمام؟ بس طبعا عشان اشيله دلوقتي هضطر ارجع اعمل الخطوات بتاعه الديناميك سبلاين تاني، فممكن انتوا تشيلوه ويبدا السبلاين من اول هنا مش من اول هنا. ده بس اللي انا كنت عايز اتكلم عليه. نيجي بعد كده ليه ازاي، طب الحبل ده مشي كده، طب انا عايز ده يتشد معاه، يعني يتمط مع الحبل، طب ازاي؟ تعالوا لو رحنا للتكست اللي جوه الفراكتشر ورحنا للهولدر ورحت للفيرتكس، انا عايز ده يحصل له مط، يعني اللي يتمطوا مع بعض. طيب عشان نخلي الموضوع سلس شوية، تعالوا نخلي الاتنين دول اوبجكت واحد، الاتنين دول اوبجكت واحد. تعالوا نسلكت الاتنين ورايت كليك كونكت بلس ديليت ونشوف كده. هضطر فعلا ارجع اعمل الكونسترين مرة تانية. طيب مش مشكلة، تعال نروح للسبلاين، نقفل الاخ ده وناخد السبلاين اللي هي النقطة، ناخد شوية النقط دول مش مشكلة خلاص، و ده نخليه لا دوت ده كونسترين مع الهولدر والتانية معمولة كونسترين مع السفير. انا متهيألي عايز اتعمل تاني. طيب كونسترين مع الهولدر، نسيت اعمل ست كده، هتشتغل من غير ما اعمل الخطوة التانية بالمنظر ده كده. طب تمام، طب ما انا عايزه يتم جميله بقى، تمام، ويسحب معاه حرف الاي، يسحب معاه حرف الاي. طب ازاي؟ تعال نشتغل تاني على الجزء ده. لو انا رحت للهولدر ورحت جايب سفير، اي حاجه، سفير، كون، اي حاجه تعجبك، هات سفير. وتعالى نروح للسفير دي، انا عايز اخليها مع الـ مع الـ مع الاخ ده في نفس المكان بتاعه. هروح للسفير وهروح لفانكشنز ترانسفير واقول له اعمل لي ترانسفير للسفير مع الهولدر واقول له ابلاي، هيجيبها لي في المكان بتاعه بالظبط. طبعا السفير الراديوس بتاعها كبير قوي، فانا عايز اخلي الراديوس بتاعها وليكن 10، بحيث بالظبط يبقى في نفس المكان اللي انا عايزه واللي انا محتاجه فيه. ممكن اخليها 5، مش هحتاج اكتر من كده، تمام، ونخليها في الحتة دي كده هو مثلا. يعني نضغط سي عشان نخلي السفير editable، وتعالوا نشتغل على الكلوز. لو انا روحت للهولدر وعملت، او قبل ما اعمل رايت كليك، تعالوا كنترول زد معلش، هروح للسفير مرة تانية وامسك السفير واخليها مثلا هنا كده،
بالمنظر ده، واروح للهولدر، معلش تاني هروح للسفير واعمل لها الاول اعمل لها حركة، ولتكن مثلا هنا كده عند 5 6 فريمات تكون راحت هنا مثلا، بتالي في نفس مسار الحبل اعتقد، في نفس مسار، لا مش في نفس مساره، ده بعيد عن مساره خالص. طب انا هطلع اظبطها من فوق لاني محتاج فعلا انها تكون في نفس مسار الحبل بالظبط بالمنظر ده كده، تمام كده هي في نفس المسار مظبوط مفيش مشكله، جميل قوي. طيب كده انا حركت السفير، واحد يقول لي وانت بتعمل ايه؟ هقول لك ثانيه واحده، اللي انا عايز بس اعمله ان عايز السفير دي هتبقى مخفيه، السفير دي هتطلع في نفس التوقيت اللي بتطلع فيه السفير اللي سحب الحبل، لكن دي ربطها بالحرف ده مختلف. المره دي، المره اللي فاتت انا اشتغلت عن طريق المود الهير موديول، اشتغلت عن طريق الدايناميك سبلاين، واشتغلت عن طريق الكونسترين. المره دي انا هشتغل عن طريق الكلوز. ازاي؟ هعمل رايت كليك على الهولدر واضيف من كلوز فايلد، هحط الكلوز تاج. الكلوز تاج لوحده ما يعمل ليش حاجه، كلوز تاج لوحده ما يعمل ليش حاجه. طب ايه اللي يعمل بقى؟ اقول لك، روح بقى خد الفيرتكس، واهم حاجه اهم حاجه ابقى متاكد ان سيلكت فيزيبل اليمنتس هي اللي متعلم عليها، وتعالى كده هنخفي السفير دي مؤقتا ونمسك النقط دي كده، النقط ده اهي، او بلاش اونلي سيلكت فيزيبل اليمنتس لان انا هحتاج كل النقط، مش النقط دي بس، النقط دي كده بس. هل كده بقى انا ما خدتش نقط من الناحيه الثانيه؟ اه لا خدت، يبقى انا اظبط نفسي الاول قبل ما اعمل السيلكشن واشتغل سيلكت مظبوط عشان ما يعمل ليش مشاكل بعد كده والاقي الحرف اتقطع. كده انا ضامن ان مفيش اي فيرتكس ثانيه مش معمول لها سيلكت. طيب بعد كده، بعد ما انت بتسلكت الفيرتكس اللي انت عايزها بتعمل رايت كليك تاني وبتروح للكول فايل تاج وبتقول له بيلت. بيلت بيمسك النقط اللي انت عملت لها سيلكت ويشبكها مع مجسم تاني اللي هو في حالتنا السفير، واقول له ست المره دي. بس بصوا كده اللي هيحصل، شفتوا قطعها زي ما انتم شايفين، فصل المجسم من بعضه. ليه؟ ليه فصل المجسم من بعضه؟ لان اولا الكلوز هلاقي هنا الجرافيتي هعملها زيرو واشوف كده، شفتوا زي ما انتم شفتوا عمل ايه؟ قطعه. ليه؟ لان اصلا ده له تحديد وده له تحديد، فانا هشيل ده واشيل ده كده واجرب، هيقطعوا برضو. طيب انتوا عارفين كده اللي يتم كده، المفترض ان انا من الاول ما كنتش اعمل كونكت بلس ديليت لانه لسه بيشوفهم كانهم مجسمين، كان المفروض ان انا اعمل كارنت ستيت تو اوبجكت. طب هل لو انا عملت كنترول زد؟ لا ده الوقت فات ان انا اعمل كنترول زد. طيب اسلم حل عشان ما نرجعش نقعد نعمل كنترول زد، هروح لبيلت دي واقول له كلير، ماشي، واقول له كلير، وهروح للهولدر نفسه وهعمل في وفانكشنز اكسبلود سيجمنتس، اكسبلود سيجمنتس. اعتقد كده رجعنا للاول مرة تانية، بس هشيل التلاتة دول كده اهو، وطبعا ده اصلا انا مش محتاجه بقى، ده كده انا مش محتاجه، هرجع تاني هنا خلاص للكونسترين
بتاع الاخ ده، طبعا مع هولدر 1 اللي هو يقصد بيه ده كله. انا مش محتاج اصلا لهولدر 1، انا هرفع ده كده تمام، وده كنترول زد اسف، هشيل الاخ ده عشان مش محتاجه، وهشتغل على حرف الاي اللي هو ده. يبقى انا كده في الكونسترين ده تمام، محتاج ان انا اقول له اعمل كونسترين مع حرف الاي. بس قبل ما اقول له اعمل كونسترين مع حرف الاي، عايز الاول انه انا وعامل كونسترين مع حاجة تانية. طيب ما علينا، كلير وده كلير عشان نظبطها مظبوط، ونروح للنقط وحرك ده. هشيل التلاتة، هشيل التلاتة لان هو مش هيتحرك طول ما التلاتة موجودين. نخلي ده كده، طبعا هو اللي انا بعمله ده كان مفروض من الاول، لكن معلش الواحد يعني بيقعد يجرب في حاجات، بعد كده ساعات بيكتشف انها غلط، ساعات بيكتشف انها ما تنفعش، يعني حسب. طبعا انا مش بس مش عايز انا يعني انا مش عايز اعمل بوز اوقف وارجع اكمل لكم، لكن انا عايزكم تشوفوا انا بعمل ايه، ومثلا وقفت في ايه، وجربت ايه، وعملت ايه، بحيث يعني يبقى الموضوع تفاعلي، ما يبقاش مجرد حفظ وخلاص على كده. طيب انا دخلت دي في دي تمام، ما فيش اي مشاكل. هاخد كام نقطة اللي هم موجودين هنا دول، وهعمل رايت كليك واعمل هير تاج، واقول له كونسترينت، طبعا كونسترينت مع الاي، واقول له ست، ورايت كليك تاني والهير تاج وكونسترينت، والمرة دي مع السفير ست، كنترول زد طبعا لا، لان المفترض ان الكونسترينت يبقى على النقط دي، خلاص يبقى مع السفير ست كده مظبوط، مفيش مشاكل. وبعدين رايت كليك هير تاج، وبعدين دايناميك سبلاين، خلاص واشيل ال كده تمام، مفيش اي مشاكل. فاضل بقى الشد او المطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي دي. هرجع السفير زي ما كانت تمام، دي كده عامله الانيميشن بتاعها مظبوط، بس محتاج ان انا اخلي الانيميشن اسرع بتاع فريمين ولا حاجه، ماشي، عشان يبقى يعني مناسب، يبقى مناسب للسرعه الى حد ما. وهروح عند الاي واعمل، طبعا هو فينا مجموعه خامات، طبعا هنا ار 1 وتكست مات، بس عشان تبقى المنظر ده كده تمام، مفيش مشاكل. رايت كليك، وبعدين نعمل كلوز 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 فين كلوز، ناخد كلوز، بعدين رايت كليك تاني ومن كلوفايلد، وناخد بيلت تمام. لكن برضو ما عملتش تحديد النقط، هروح ل طبعا سيلكت فيزيبل اليمنتس بقى المره دي، لان انا عايز اخد يا دوبك النقط اللي قدامي بس، اللي هي النقط دي. وهروح للبيلت واقول له بيلت اون السفير اللي احنا عاملينها،
واقوم قايل له ست بالشكل ده كده. يبقى انا لو عملت كده جميل اتشد، بس طبعا نزل لتحت هروح للاي واقوم عامل زيرو خلاص. طبعا لما اخفي بقى الاتنين سفير دول اللي انا يا دوبك بس انا بس عملتهم عشان يبقوا جايدز، تمام، هلاقيه بالمنظر. بس طبعا محتاج ظبط جامد الموضوع. زي ايه؟ اول حاجة هعملها هروح في الكلوز نفسه. في الكلوز نفسه لو رحت في التاج عندي الروبر والفيكسيشن والاستيفنس والايتريشن، دي اهم واحدة. بس قبل القصص دي كلها هروح للسفير واروح للبوليجونز واعمل كنترول اي وبعدين في فانكشنز واخد اوبتمايز. دي بقى بتشيل الفيسز اللي ملهاش لازمه ونحاول نخليها بمقدار قليل واعمل اوكي بالمنظر ده. شايفين بقى الموضوع اقل ليونه. طب لو رحنا لايتريشن ورفعت الايتريشن دي ل 60 مثلا وجيت عملت كده، شفتوا بقت الى حد ما صلبه شويه. طيب هل الروبري لو رفعنا الروبر يعني تقدروا تقولوا زي كلمه الاستيك، هي بتدي معنى زي ليونه حاجه زي كده يعني، تمام. لكن العامل الرئيسي في الفورس في الجلوبال دراج اللي هو السحب، لو انا عملته مثلا 60 ولا حاجه شايفين بقت قليله شويه. خبطت ظبطت دي 60، روح بقى للروبر مثلا خليها وليكن 20، دي مساله تجارب، تمام. ممكن نخلي الفليكسيشن وليكن 100، ماشي حاجه بالشكل ده. لو عملنا ريندر شفتوا بقى في الشده اللي احنا كنا شفناها في البرومو. اعتقد لو زودنا الاتريشن دي خليناها 300 كده كتير قوي قوي قوي، او هياخد وقت على فكره، تمام. في بقى حاجه كمان، لو انا رفعت الروبر دي ل 80 يعني بقت اقل شويه، هرجع دي ل 50. لو رحت ليه الدريسر ده على فكره بيدي دريسنج مود او بيدي شكل معين لعمليه الشد او التكسير دي. لو انا عملت دريس اوماتيك بقدر اعمل بريفيو قبل ما اشتغل، بس في دريس اوماتيك عايز اقلل عدد الستبس عشان يخلي الكلام ده كله في حته صغيره. يعني مثلا عايز اخليه مثلا وليكن 2 واقول له دريس اوماتيك، يعني بدا يبقى هنا الويتس ممكن اقلله له شويه واقول له دريس اوماتيك تاني، ممكن اقول له ريلاكس تاني، يعني باخد كذا شكل. لو خليت مثلا الستيبسي باتنين وقلت له ريلاكس طبعا بيديني ريلاكس اقل في اقل. طب لو خليته ب50 ريلاكس، يعني كل ما بزود كل ما تبقى عمليه الليونه اكتر. تمام، ما هسيبه بس يعمل براحته، يستنى براحته خالص لغايه ما يخلص. طبعا اتنين ضغطت مره واتنين وتلاته دريس اوماتيك. ممكن بعد ما خلاص الشكل عجبني اقوم قايل له انيتيال ستيت عشان تبقى دي حالته الاساسيه، واعمل كده الاقيها بدات تظبط معايا زي الى حد ما البرومو. ما احنا شوف طبعا انا يعني سبتني من التكنيك بتاع البرومو ودخلت في الكلوز بحيث برضه نتعرض له ونشتغل عليه. فاضل بس حاجه بسيطه، لو خدتوا بالكم الحته الزايده اللي طالعه في الاول دي مش عايزه تفضل موجوده، فهعمل انيميت بسيط للسويب نيرباس نفسه. هروح للاوبجكت، انا عندي طبعا الاند جروث هقلله، تمام، هخليه زيرو بالشكل بحيث ما يبقاش فيه اي حاجه خالص، يبقى حرف الاي لوحده خلاص وهو فريم واحد. يعني الاند جروث ادي واحده هو فريم واحد هيطلع لمين، تمام، بالشكل ده كده.
خلاص لو احنا جينا هعمل لكم بريفيو ريندر. لو رحنا لسيف هشيل سيف، مش عايز سيف، لكن هروح لاوت بوت واقول له اول فريمز، وتعالوا كده نعمل ريندر للعملية كلها ونشوف شكلها هيطلع عامل ازاي. طبعا انتوا خدتوا بالكم من عدد المربعات قد ايه، انا يعني هقول لكم الموضوع ده نعمله ازاي دلوقتي، يعني كويس ان انا افتكرت، ودي اعتقد حاجة يعني كتير جدا جدا من مستخدمي السينما ما يعرفوهاش، ازاي ان انا اعمل مضاعفة لقوة البروسيسور، مش قوة البروسيسور، يعني ان انا اعمل مضاعفة لعدد فريمات الريندر اللي بتشتغل على التوازي في نفس الوقت. تمام، انا متهيألي كده تمام. تعالوا نرجع على 10 فريمات دول ونشوف ظروفهم ايه. متهيألي كويسة جدا وتكنيك كويس احنا اتعلمناه. حاجة واحدة بس اللي انا عايز اتكلم عليها، اللي هي زي ما قلت لكم موضوع البروسيسور. هتروح ل اوبجكت لإيديت، اسف، بريفيرنسز، من بريفيرنسز هنروح لريندرر. باي ديفولت السينما قافل كاستم نمبر اوف ريندر ثريدز، قافل دي بيبقى عاملها كده. فعشان كده لو انت جيت تعمل كده هتلاقي الاربع مربعات بتوعك، لكن لو عملت كده وعملت كده هتلاقي بعد ما كان في اربع عمليات شغالين او عمليه واحده اللي شغاله بقوا 12 عمليه او ماكسيمم 12. طبعا اللي عنده هي بتقبل عدد زوجي، يعني عندك 2 4 6 8 او تمشي ازاي، يعني تمشي 2 4 8 12 كده اللي هي بعدد كورز البروسيسور. طبعا ادابت ثريدز بريوريتي عشان ياخد كل الميموري لعمليه الريندر. في السبوليجون ديسبليسمنت ميموري، ده كميه الميموري اللي انت بتخصصها لو في عندك خامه معمول لها ديسبليسمنت، وكنا اتكلمنا عليه في كذا حاجه قبل كده، هي اقصى عدد 1000 فانا عاملها 1000. اتمنى يا رب يكون الفاصل عجبكم. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.